إذا رحت على اليوتيوب اكتب كلامكم، تعرف كيف يكتبون كلامكم؟ لا كلامكم بسيطة، كلش بسيطة، جدا بسيطة. اكتب كلامكم وبيطلع بيطلع لك البرنامج أو القناة مالتنا، أوكي، عشان تشوف روح. يلا روح للبابا والماما. شكرا. هذا ما له داعي صراحة، ليه داعي الخالة؟ ليه داعي؟ نبغي لايكات الدنيا والدين اليوم، كل واحد يشوف الفيديو يضرب لايك. عدلة السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج وش يقول. سؤال الحلقة اليوم، وش معنى هالرمز؟ 1 2 3 4 متري. وهذا يعني سعيد. سعيد. وهذا عيب. هذا نفس واحد تكذب على الناس، يعني كشخة. كشخة. وهذا ستانس. ستانس لو شوف خدوده حمراء. خجول. خجول. وهذا استغفر الله. ما انزين. وهذا هذا الخبير. خبيثة. خبير. خبير. صادة. انزين انت هذا ما له زاغر. هذا من اخر واحد بابا الدويا. هذا ما له زاغر. وهذا لو طالعني كذي. انزين هذا مبتسم. مبتسم. انزين خدوده حمران. لا خجول يعني بعد. مبتسم خجول. وهذا مستانس، يعني مستانس يعني مش شايف روحه بعد. زين انت الحين تطرش صباح الخير في الجروبات لو ما تطرش؟ ساعات ساعة يعني ايام وايام. نعم. متفاعل يعني في الواتساب. يعطيك العافية. وانت ما اطول صباح الخير. عندك واتساب؟ ايه. عندك يعني؟ ايه. يعني ما تطرش شيء. بس ساعة صار فيها ربع بس. بابي جي. ايه. يعطيك. ابويا ساعة. تيم؟ ايه العب ويا. وانا بقول لكم معنى هذا الرمز، يعني شايف روحه. بما انكم مو شايفين روحكم سووا لنا سبسكرايب. والله يعني يعتمد، يعني يعتمد ان انا اكون مستانس، يعني مو يبين ان واحد متكبر او شايف روحه او مسوي شيء ومفتخر به. لا لا يعني صدق يقول اذا قالوا ان الرموز يعني مو الكل اتفق عليها. صح، مو الكل، كل واحد قاعد يعتبرها شيء ثاني. طرشوا في الواتساب صباح الخير وياسمينة، ومرة واحدة طرشوا الفيديو في كل جروبات وخصوصا جروبات الابو. رموز قول لي يعني وش هذيلي؟ كيف حالة؟ تمام الحمد لله. يعطيك العافية. الله يعافيك. وايش يعني لك هالرمز؟ مستانس. مو شايف روحه تقدر تقول. زي هذا نوع اللي مستحي، يعني خجول نفسك يعني. ايه خجول. هذا بعد تكرم. وايش زين لو مسويين اذا تكرم؟ ما ليه واحد ما عجبك طرش عليه؟ وهذا مثل ويش نفس لين بتقول شفت واحد مغرور طرش ليه. مغرور يعني. اي يعطيك العافية. الله يعافيك. وايش يعني لك هرم؟ هذا واحد مستانس او شايف روحه. زي هذا هذا واحد مستحي. مستحي ومبتسم. ايه. وهذا والله ما اقدر اقول دوه. زي هذا هذا واحد مغرور او شايف روحه زياده. يعني تستعمل هالرموز انت؟ تقريبا اي اغلبهم. اغلبهم بعد مو واحد اثنين. اي. سؤال بعطيك كم رمز وقول لي وش يعنوني لك هالرموز. هذا اول واحد. هذا مبتسم. مبتسم على النظاره. ما ادري والله ما اعرف ليه مدلعنا. وهذا
هذا الخجول. زين بين عليه خجول. زين هذا ما بتجاوب على. زين وهذا هذا مو مهتم يعني كذي أو يعني نقدر نقول مغرور. مغرورة. متفاعل أنت في الواتساب واجدة. طرش برودكاستات واجدة. كل يوم يعني. بعض الأحيان مو كل يوم. بعطيك رموز وقول لي وش يعنون لك هالرموز. زين شوف هالرمز والواحد وش يعني له. يعني مكيف. زين هذا جميل. جميل لو خجول. جميل وخجول اثنيناتهم مع بعض. وهذا تسليك. تسليك. زين وهذا نفس الشيء. نفس الشيء بعد لو مغرور هذا. لا نفس الشيء. طرش صباح الخير كل يوم. لا في جروبات. مو متفاعل في الواتساب. كلش كلش يعني غير الواتساب. ما طري صباح الخير كلش مو مصاب. زين يعني متفاعل مو شرط انه صباح الخير في غير الواتساب. يعني شفت اللي طالع بصمت. ايه هذا خاف منه عاد يقول لك لا ما تخاف. لا تخاف الا من الساكت. لا ما في خوف. بعطيك كم رامز وشوف لي اياه وقول لي وش يعنوني لك هالرموز. هذا اول واحد. هذا مبتسم. شوف عليه نظارة يعني مبتسم. وهذاك يمكن يسوي روحه يعني او شايف روحه مثل ما تقول. لا مبتسم متمسخر شوي كذي يعني. وهذا نظارة. هذا مبتسم ابتسامة عطفية شكله. خجول يعني. اي زين هذا هادي. والله هذه رمزها شموزة بس ما مبعت لفظة. وهذا أنا متضايق شوي كذي يعني من معاملة. زين في الواتساب أنت من النوع اللي يطرش أخبار بدون مصدر لو تابع بصامت لو بس صباح الخير تطرش. صراحة يعني وش أقول لك الواتساب ما أتعمل فيه واجد. يمكن أشوف الأخبار المهمة وبين الأصدقاء مثلا شو اسمه حتى لو تجيني مصادر زين مسخرية وهذا ما أطرشها. مستحيل أطرشها. يعطيك العافية. حياك الله يعافيك. أنت شباب فالشباب يعرفون الرموز وكل واحد هو خب غير يعني. هذا أول رمز. هذا لا تقول واحد كابر يعني أو شايف روحه. الحين أنت أول واحد نفسي. ثاني واحد أنا نفس اللواحد مستحي تلي. مبتسم وهو مستحي او خجول. زين هذا وش دماني. هذا ما له داعي صراحه. ليه داعي الخاله ليه داعي. زين هذا الله واحد يعني مفتخر مثلا مسوي شيء ويقول ايه انا سويت. يعني يمكن واحد كذي مو مفتكر او واحد مغرور شاك في واحد يعني كذي. ها اعطنا اجابه وشاك فيه. انزين انت متفاعل في الواتساب؟ لا كلش كلش. تابع بصمت يعني؟ ايه بس اللي اطالع. لو ايش يعني في ناس واجد كذي عجل من هو اللي يطرش صباح الخير كل يوم وصورة جحة ورود وياسمينة وما ادري ايش من هذا هالفاضيين عن من هو فاضي في الزمن يعني تهتم في هالسوالف يعني في هالمنصة من تواصل مسائل تواصل اجتماعي ما اهتم فيها. وهو على هالوباء الويش اسمه على هالوباء الطاحن اللي صايدنا فالأوادم صايرين فاضين واجد وطرشون هذول مثل ما شفنا ان كل واحد يعني له الرمز معنا فما يصير نحكم على شعور الشخص في الواتساب. حاسبوا لبعض شباب نبغي لايكات الدنيا والدين اليوم. كل واحد يشوف الفيديو يضرب لايك.